كريم ضيفنا الكي ضيف الكي ضيفنا الاعزاء وصلنا الى هذه الحلقه. كانت حلقه والله كانت حلقه مجديه وكان في هذا الضيف وكانت الحلقه جدا متميزه. ضيف العزيز ضيف العزيز ضيف العزيز تعال وقف ضيف العزيز وقف ضيف العزيز ناخذ اخر لقاء اخر لقاء يا ضيف لو سمحت ضيف العزيز اخر لقاء معك. اي راسي يا ضيف العزيز تصريحك يا شباب خلاص نرجع اللوكيشن نرجع اللوكيشن يا شباب. انا مالي دخل انا الضيف مالي يا تفضل ادخل جوا يا ضيف لو سمحت يا ضيف العزيز ضيفنا العزيز لو سمحت يا ضيف لو سمحت ندخل كمل اللقاء احترمني احترمني تبي كم اللقاء؟ انا لك الاحترام وتقديرك يا ضيف العزيز. انا انهنت في هذه القريه؟ تفضل انهنت في هذا خلاص عندي هلا نطلع اللوكيشن اللي قلتيه. تعال طلع تعال قم طلع اللوكيشن قم طلع اللوكيشن شيل. نرجع الى محور حديثنا. تعال هنا 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 ها ممكن اليوم رصيت سبع. تعال هنا يا ابو نهيات تعال تفضل كمل القهوه. انا ما ادخل السجون. اجلس خلاص انتهت. صحيب ضيفنا الاعزاء تعال يا ضيف انت الضيف تعال اجلس يجي السرير الثاني. اجلس هنا ما عليك اجلس هنا بجيك اجلس يا اخوي الناس تحترينا يا اخوي. بجلس خمس دقائق يا اخوي. اجلس ضيفنا الاعزاء اللوكيشن 6000 مره. ضيوفنا الاعزاء نعتذر ولكن كان في خلل فني انقطاع عن الصوت عن المصدر. الضيف موجود الضيف استخدم ادوات جديده اخوي الغالي. على كم مسويك؟ على كم مسويك يا ابوي؟ ريال. احترموا المقدم يا شباب. بالله هذا هذا بريال قطع لي جهزني دك واحد اثنين حار ولا بر مقدم يا قصر لي هذا يا ابو حسن قصر من مع النص. احترموا المقدم احترم المقدم. انت الحين يخرب بيت ام الفقر اللي صام له الا بتطلع. انا ما ادري شو الغالي بالطلع مذيع صامل يقول شو الفقر الصامل صامل لاول مره في تاريخ. صبر ريال فقره تجلس اربع لوكيشنات ولا تنقطع. لا وجاب يا رب ابو نهيا الله اكبر ابو نهيا الله اكبر. هذه لعبه ما حد درى حفه مع راسك بديها حفه مع راسك خلط على المضيء ما خليك تشارك. كان في حوار شيق بينك وبين غازي المطيري انت لما ابديت وجهه نظرك في بدر الشمري كان فيه يعني اختلاف واضح وصريح جدا من غازي المطيري. انا ما اتمنى انك يعني تنقل للخلاف ويرد على الخلاف. انا عشان موضوع الموضوع اللي قلبي وش ده انا اتفق مع ابو ناصر انه ابو حسن حكواتي. اوكي خلاص صحيح. طبعا اعزائي المشاهدين كان في خلاف قوي جدا بين غازي المطيري ابو ناصر. اسئله انا ابي غازي المطيري بس ابو ناصر غازي المطيري يعني وصلنا هيان هو من الشخصيات المهمه جدا وركيزه من ركائز يعني القريه ولا احد يختلف على الشيء هذا. عليك زود ابو ناصر صحيح يا ابو ناصر صحيح. احنا اثنين ونعاون واحنا بدون بعض ولا شيء. باقي ما كملت السؤال. تفضل يا انا بس اعقب الولد. اكسكيوز مي تفضل انا مدير انا مدير شاي اكسكيوز مي شاي 1 تي 1 2 تي 3 2 تي 3 2 تي 3 4 5 6 7 طيب اوكي سلطان هيان يعني سؤال كان ابو فجر شو مقدم فاش ما اعرف اسال كذا هو لانك انت قاعد تلعب يحسبك لانك قاعد تلعب. يلا يا هذا الضيف المفهي اعطني البرستيج ابو فجر حلوه
حلوه هن والله العظيم اقسم بالله ما بقى لنا نروح عند الكترو والاعداد نسوي لك ايش. شف شف الله يلفيك. ايه الله يلفيك طبعا يا اخي العزيز. الله يلفيك. اشتد الحوار واشتدت الامور كلها ولن اسمح في القريه هذه باي شخص ثاني يمسك الدائره حقتي. الله يملهم خصيت الله. والله يملهم رب البيت. هذا فقعك عينه. كنترول كنسل فقره. افتح عينك اشوف. افتح عينك اشوف. فقعت عينه. فقعت عينه. لا ما فقعت عينه. الله يبارك فيك. الله يعيدك انت جالس لنا يا حبيبي. شطة الاسعاف. والله شوف انت كيف هذا مشكل ولا انت على حسب شوفة عيونك. فكه في الراس. هي افجر وجهه. الله لا يحييك. الله لا يحييكم. الله لا يحييها من فقره. والله لا يحييكم من ضيوف. والله لا يحييكم من مقدمين. والله لا يحييكم من مخرج. هذا مجري. لا بارك الله فيكم ولا بارك الله في فقرتكم. ابو محمد شكلك